مساء الخير. مساء النور. مش معقول احنا نفضل نتكلم كده كتير. مش تقولي اتفضل؟ تتفضل فين؟ اوضتك. لا انا مش قلت ده الحمام. طب وانت ايه اللي منامك في الحمام؟ لا انا مش نايمه في الحمام. امال جاي تعمل ايه في الحمام؟ افندم. احسبك السيد. وانت؟ انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ احلى بنت شفتها في حياتي. وانت اسفل واحد انا شفته في حياتي. اه ما اختلفناش. المهم النظام. النظام ان انا بنت اخو انكل جابر. اه طب انا معايا مشاط وفلات وصابون بريحه. جيب صابون بريحه لو عايز صابون بريحه. جيب صابون بريحه. صابون بريحه. اه يا جماعه السرير اللي فوق ده يا اخوانا مش ممكن مش ممكن. مريح مريح اخر حاجه في الدنيا. لا بقى انا عايز اغير السرير بتاعي. ما هو اكيد سرير الواد ده فيه حاجه زياده عني. يصفر لما بتنام عليه ولا ايه؟ تصدق عندك حق. ضارب باشا نسي يعرفنا بالزميل. وماله يا سلوحه فاين؟ الزميل يعرفنا بنفسه. نانسي حسن زبادي صفوه موزز مصر لسه خارجه من حكم سنتين هربانه من التجنيد. وانت مالكش نفس تستظرف انت كمان؟ انا سبق واستظرفت امبارح. لا كل واحد يلزم مكانه. اوعوا تفتكروني بنت طريه. لا انا بنت ناشفه جدا ومخربشه و ها و يعني من الاخر كده انا واحده تربيه شوارع زي عنكر كابر بالظبط. واي كلمه تانية اي كلمه ضرب وتلطيش واهانه ومد ايدين ورجلين مفهوم؟ اتفضلي. وديني لوالدكم. انت مخربشه مخربشه فعلا يعني. وديني لوالدكم. الحمد لله ان احنا انقذنا الشنطه. ماشي تزعليش منهم هم هزارهم تقيل شويه. هزار ايه ده؟ هزار سخيف جدا. خلاص بقى هاتي ايدك. اجيب لك بقى صابونه بريحه. المبنى اللي قدامكم ده هو الهدف بتاعنا. ده مبنى عادي في شارع الهرم ماسك نصيتين. الهرم زحمه 24 ساعه والمبنى ده شكله كحيتي. جدع يا اسطى جدع. هو المبنى ده فعلا شكله كحيتي بس تعرف يا ابو السيد المبنى ده تحتيه كنز. ايه اثر؟ لا اكتر عثرات. المبنى ده يا ابو السيد ما فيهوش فلوس. المبنى ده فيه الفلوس. اه ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي. وبعدين ما تفسر شويه يا باشا. مطبعه بنكنوت مصر ومخزن الورق اللي بينطبع عليه بنكنوت مصر. وعدم المؤاخذه ده فيه ايه تسرق حضرتك؟ استنى يا تيفك الراجل ده دماغه عاليه ولازم نعلى معاه. بقول لك يا سيري بيكس هات الحشيش اللي وصيتك عليه. قول يا باشا وسمعنا. والنبي غالي ده انا قلت هننط على بنك. ننط؟ بقول لك ننط؟ عيب يا سقاطه. انا وعدتكم بعمليه نظيفه. بنك يعني فلوس متعلمه يعني البوليس يقدر يوصل لنا يعني ضرب نار وتثبيت وغلبه. تسمح لي انا اشرح لهم؟ قولي يا استاذه احنا واثقين جدا من فصاحتك. التارجت بتاع العمليه وي هاف تو تشينج ورق البنك نوت الاوريجينال والمغلف بانذر نون اوريجينال. ذاتس ات. ست انت بتقول ايه يا ست؟ هو ده تركي ده ولا هو مش دي نور؟ لا ولا ده مهند؟ لا امال مين دول؟ شات اب. اه استنى ما شفتش الحلقه الاخيره. شوفوا يا رجاله احنا هنغير ورق البنكنوت الاصلي بتاع المطبعه بورق بنكنوت مضروب من عندنا. ممكن اقول حاجه حضرتك وتسمعني؟ اتفضل يا ستيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه انذار. انذار فيلا زي دي لو حضرتك كلب كلب بس هوب ناحيتها مش جهاز الانذار بس اللي هيرن. عدم مؤاخذة شارع الهرم كله هيرن. برافو. 6 عساكر في ورديه النهار و10 في ورديه الليل ده غير اجهزه الانذار والسنسرز. ارحمكم الله. ما كنتش بعطس. سنسرز يعني حساسات. ايه مالكم يا رجاله متنحين كده ليه؟ ولما يكتشفوا الموضوع هو ايه اللي حصل؟ في حاجه نقصت؟ دي رزم الورق زي ما هي مفيش حاجه اتغيرت. وبعد ما نطلع بالرزم على العربيه عدل وطيران على مكان هكون مجهز فيه مطبعه وكل الادوات اللازمه. نطبع نحمل نقسم نصرف نعيش ونتمتع بقى ولا ايه يا عيال؟ يا جماعه جيم العربيات ده جيم داخل حاجه. حد عايز يلعب؟ لعبت عليك نفسك. سوري. بص والصميم بقى ان شاء الله. نبيل طبعا. سريبي ما ينفعش كده بقى. ما ينفعش عمليه زي دي محتاجه واد عفريت. لو حد قطره يلبسه. اسوء انا ما حدش هيعرف يجيبني فمعيش رخصه. يا ابني هو في حد ذكر توك توك في الموضوع؟
يا باشا احنا مش هنبوظ الطبخ عشان مشيل الملح. سواك عندي. وماله وسيت تضمنه؟ برقبتي. مين؟ علي ميلي. ميلي؟ جدع وانا هضربك ده انا هتكلم معاك. الهي انا هتخونيني يا صباح ومع مين؟ مع المعفن ده. هو ده صاحبك؟ هو ده صاحبي. وهتسيبه يتضرب كده؟ يا جدع صاحبي اللي بيضرب. يا راجل يا رب يكسب. صباح عسل استاذ استك معاك. استك ايه دي مش عارفاني. لا هي مش فاضيه بس وربطه الحزام. تعال نشوف مين اللي هيكسب. يا عم دي مجنونه. علي عايزك في لقمه طريه. تعرف طبعا ان انا ندل. لو ما كنتش محتاجك ما كنتش جيت. وقول لي ضهري ما يتضربش على بطنه وشه قفاه مراخيره. يا عم سيبه براحته ما تخصبوش على حاجه. ماشي هتيف جاي ولا ايه؟ جاي وسيب. مين ده؟ ده تيفا صديقي. اهلا. ما تبوس يا جدع. يمكن مكسوف مني. بوس انت يا تيفا. عموما مبروك الخناقه. معلش يا تيفا هو حساس شويه. جاي ولا ايه؟ جاي في ايه يا سيد؟ انت غبي بقى. طب يلا بينا هفهمك بعدين. ماشي يا صباح. احنا اللي كسبنا. مين صباح دي يا علي؟ كانت قصه حب عظيمه يا سيد. تعرفها بقالك قد ايه؟ اول امبارح. طولت قوي. ياه اول امبارح ربنا يصبرك. دي تلاقي صدمه عمرك دي. هو جاي معانا ولا ايه؟ جاي معانا. طب وصباح؟ صباح ايه؟ بقول لك اول امبارح ومصدوم عاطفيا. حس بقى تيفا هتيجي معانا وهتيجي بعربيتك. يا عم ما تولع هي مش عربيتي اصلا. ايه يا انت فاكر نفسك في القناطر؟ وربنا 10 على 10. تعال سايق. عيش عادي عيش.